Ich habe mich auch mit der Anfrage Thank you.
الفتنة كلها ان الماكرو كده مفيش بيحصل امتى لما بسيرتيفاي تقديس الانترلوكس الناس اللي احنا حاطينها بيحصل له سيرتيفيكيشن بينشأ او بيجمد ويعمل انترلوكينج يقفش ويعشق في المايكرو ميكانيكال وايه رفنس اند ريجلاتيز اوف ذا سيرفيس اوف ذا ادهيرنت خلاص. طيب الكيميكال ثرو ادهيشن عندنا نوعين، عندنا حاجه اسمها ابزوربشن بنتكلم، عندنا حاجه اسمها ديفيوجن بنتكلم. الابزوربشن لما يكون عندي زي كوفيلنت بوند بتتكون، فاهمني، بوند بتتكون ما بين تو سوليدز، صوديوم كلورايد كالسيوم كلورايد، ده بيتكون كويس جدا على الابزوربشن ميكانيزم. اللي هو التعميم بتاع جلاس ايلون، وخدتوا الماتيريال المفروض السيتنج اكشن بتاع جلاس ايلون. جلاس ايلون بيعمل حوالي حاجه اسمها ايه؟ امبريتش لاير، حوالين ايه؟ نون رياكتف بوكس بتطلع في الجلاس، مش هو الحفاقات بسرعه كده السيتنج اكشن بتاع جلاس ايلون. جلاس ايلون عباره عن ايه؟ لون ايلون سيركيت بوكس، وفي اسيد اسمه فولي اكريليك اسيد. التعامل مع بعض الاسيد بيعمل اتاك الجلاس بارتكلز اللي موجوده ويدوب الارض اللي هي بتاعتها. خلاص؟ فيبقى عندي ايه الزون ده؟ الكوليكال اوكسيد عامل معاني الايونز اللي هي الالومنيوم اللي هو الالومنيوم، الفلورايد كلورو، سيليكيت اللي هو السيليكا، ها؟ سيليكا الايت اللي في الاخر ده اللي هو السولت نفسه. اوكي؟ يبقى انا عندي ثلاثه ايونز مع بوزيتيف مع نيجاتيف بتاع مين؟ الكربوكسيد عاملين في ايون بيتش لاير. يحصل ايه بقى؟ يحصل ديفيوجن، أي ديفيوجن؟ انتشار ما بين الأيون بريتش لاير دي وبين الكالسيوم والإيه؟ والفوسفورس اللي موجود على الهيدروكسيتات كريستالز اللي مترشقة عندي في الفوت ستراكشر وفي الإيه؟ حوالين الكولاجين باندلز بتاعت الـ DNA. حفظوا كويس أوي كلمة الكولاجين باندلز دي عشان تطلعوا بعينيكم إن البوند بتاعي اللي على الكلين مهم جدا كلمة الكولاجين باندلز عندي. خلاص؟ يبقى عندي ايه؟ ديفيوجن بيست ادهيشن لما الكربوكسيليت جروب ديسبليس الكالسيوم تحل محل الكالسيوم من ناحيتي والكالسيوم يحل محل الكربوكسيليت الناحيه الثانيه، يبقى بيحصل ايه؟ ديفيوجن. خلاص؟ سموها ديفيوجن عشان كده. الانترستاتيك ادهيشن ده اللي حضراتكم شايفينه في جناح المروحه ده اصلا لونه ابيض، ده ميتاليك وبرصان ومعروف ده اسمه انامل بتاع الفكره. عشان كده بيقول لك ايه انامل؟ يعني ايه انامل؟ يعني طبقة موجودة على الستانلس ستيل. طب الستانلس ستيل ايه؟ يبقى طبقة الانامل دي ازاي؟ بالالكتروستاتيك ادهيشن. ياخد شارج وهو ياخد شارج تاني عكسها ويحصل بينهم في الكتروستاتيك بوند. طيب. ايه بقى الفاكتورز اسينشال فور سكسسفول ادهيشن؟ اتفقنا ان الموفمنت بتاعنا او الديفينيشن بتاعنا بيقول لي ان انا احتاج سطح. كويس؟ السطح ده خمسة عليه بيكون تابل جولان هيبقى انترفيس بتوين السطح والايه كولستريشن. انا خلصنا في الباص مش هنرجع في الباص خلاص اليوم. اوكي؟ ولو انا فاكر احنا بنتكلم في الخط كولستريشن في الباص مايكرو هايبرز وهايبر ولانا وكده. طيب. الكومبوزيت بنسوق ماشي؟ احنا بنتكلم على مين؟ على ما بين الكومبوزيت والتوس ستراكشر. الاثنين هم مع بعض التوس ستراكشر والايه والادميزن بتاعي. خلاص؟ هيكون عندي اكيد هيكون عندي تهيئه لسطح السنه عشان خاطر ينفع الليكويد ده نعمل سبريدنج عليها. وهنا هنستخدم فيرب اسمه ايه؟ او ناون بقى صح يعني علميا صح اسمه ويتابيلتي. ويتابيلتي القدره على الايه؟ على البلد. انا عايز الليكويد بتاعي يعمل ويتنج لحته صغيره ويعمل ويتنج لكل السيرفس. يبقى هيكون عندي ويتابيلتي ابيلتي للادهيسيف بتاعي ان هو يعمل سبريدنج في كل ايه؟ خلتنا دخلنا
غيرت رجعنا نفس النظام تاني. لا لا يعني انا كان بس كان في فيزياء دكتور كان في فيزياء دكتور رفع عصب انا مش فاكر بس اللي جاب بس كان حافظ اللي هو Thank you.
لا هاي كتبت اغنية دي اولا هفكركم بالهيستولوجي بتاع الدم اللي هو اول حاجه بتجي لك فاونديشن بريبريشن اللي هو بتاع الكروم دي هو انتوا مهتمين بالتضامن ولا انتوا من جنود مش فاهمين تاني ولا حضرات
طريقة
كل نقص يا جماعه Thank you.